بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على طب القلوب سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة المنتجبين. السجن تأهيل وإصلاح. السجن كلمة مزعجة على الإنسان، على نفسية الإنسان. السجن بمعنى القيد، قيد العقل، قيد الروح، قيد البدن. عندما يحبس الإنسان بين أربعة جدران هذا قيد، ولكن هناك نمط آخر في عالمنا العربي، في عالمنا العربي طبعا في كل مكان في العالم، ولكن أنا أتكلم العالم العربي، لأن المراد في قضية اليوم وتسليط الضوء على هذه النقطة هو تعريف اليوم المشاهد العربي بما يحدث وراء الغضبان، ماذا يحدث وراء الأبواب، ماذا يحدث في السجون العربية، انتهاكات لحقوق الإنسان. وهذا النمط نمط مزعج، وفي أغلبه نمط ظالم جدا. السجون السياسية في العالم العربي هي عبارة عن مسالخ، خصوصا بآخر هذه السنوات. نعم هي قديمة وجديدة، ولكن اليوم حالة الجنون في الأنظمة العربية والركض السريع والخطوات المتسارعة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، اليوم تسعى بعض الأنظمة الوظيفية لتكميم كل الأفواه عن طريق الإرهاب الفكري. نعم يمارس الإرهاب في عالمنا العربي والعالم الإسلامي. وما دعاني اليوم لهذه الحلقة في قضية السجون هي كمية المعتقلين اليوم في السجون العربية. أغلب هؤلاء الناس مظلومين. نعم السجن السياسي اليوم يهدد أمن الأوطان، يتكلمون اليوم ويتحدثون ويقولون نريد ديمقراطية في الوطن العربي. حدثوني عن أي ديمقراطية تتكلمون، عن أي ديمقراطية؟ وهذا الإرهاب اليوم في عالمنا العربي في ازدياد، حفلة من الجنون في العالم العربي والإسلامي. ما بعد حكم الملكيات، طبعا الاستعمار خلف أنظمة وظيفية، بعد الأنظمة الوظيفية ثارت الجماهير العربية، وهناك أحزاب سياسية عسكرية بشكلها ثاروا وغيروا الأنظمة الملكية العميلة للإنجليز والفرنسيين. هذه لم تأتي اليوم بقضية الانقلاب، لم تنقلب على أي نظام حكم إلا بعد تحالفات وقراءات ومراجعات فكرية وأيديولوجية. لذلك هذه الانقلابات العسكرية تحالفت مع جماعات إسلامية وشيوعية ويسارية، وفهمت اللعبة، فهمت اللعبة جيدا. الغرب كان يتربص بهذه الثورات، هذه الثورات الجماهيرية العسكرية في مصر، في ليبيا، في الجزائر، في أي مكان في العالم العربي، وكان يحاول أن يجد له مكان لكي ينفذ ويسرق ثورة الشباب، ثورة الجماهير. الغرب لا يريد أبداً أي نظام جماهيري في أي بقعة عربية، هذه العقدة الغربية القديمة الجديدة. لذلك حاول الغرب أو الاستعمار الغربي بعد هذه الانقلابات وشاهد الالتفات الجماهيري نحو هذه الرموز الوطنية القومية النضالية الحقيقية التي حاربت الاستعمار، حاول الغرب أن يتسلل إلى الأحزاب السياسية. كل الأحزاب دون استثناء كانت له علاقات في الغرب، الكل يطمح إلى السلطة، كل الأحزاب السياسية في عالمنا العربي بعد تجربة الملكيات، كل الأحزاب كانت تريد أن تصل إلى السلطة، تريد أن تنفذ مشروعها وأفكارها وأيديولوجيتها وتفرضها. لذلك اصطدموا مع العسكر. أما العسكر نأخذ هذا المثال وليس تبريرا لنظام جمال عبد الناصر، إنما للحقيقة وللتاريخ نتكلم عن هذه التجربة. هي تجربة تستحق من اليوم المشاهدة والتأمل وقراءة مستنيرة لهذا المشهد. لا نكون مع أي طرف الأطراف، إنما نقرأ هذه التجربة البشرية وبكل إيجابياتها وسلبياتها. الزعيم جمال عبد الناصر أقر بهذه الأخطاء، ولكن لنتأمل، لنرجع إلى التاريخ لقضية ماذا حدث. الزعيم جمال عبد الناصر كان مع مجموعة من الضباط الأحرار، كانوا مع الأخوان المسلمين وتأثروا قضية الثورة، أخذوا هذه الروح، تأثروا بكتاب العدالة الاجتماعية للسيد قطب، وتأثروا تأثرا كبيرا جدا. هذا الكتاب يدعو إلى مبادئ سامية، مبادئ العدالة، المساواة. هذه المبادئ لم تكن في عهد الملك فاروق ولا الملك فؤاد، ولم تكن في الملكيات العربية قاطبة.
هذا الشباب أخذوا هذه الفكرة تبنوها، ولم يكونوا من ضمن الإخوان كحركة تنظيم، كانوا كفكر نعم كانوا ثوار، ولكن لا يملكون الأيديولوجية، لم يمتلكوا الروح أو المحرك لهذه الثورة المباركة. لذا جمال عبد الناصر وضباط الأحرار تحالفوا مع الإخوان، تحالفوا مع الشيوعيين، كانوا أصدقاء مع الكل. أنا أتكلم قبل الثورة، ما بعد الثورة، بعد أن وصل جمال عبد الناصر ومحمد نجيب إلى السلطة واستتب الأمر وتنفس الشعب المصري الصعداء بهذا النصر الجميل عندما دحروا أدوات الغرب والاستعمار من مصر، هذه المصر الدولة العظيمة، استتب الأمر، بدأت المؤامرات على مصر من كل حدب وصوب، تارة الجماعة الفلانية، تارة الجماعة الإسلامية. إذا من يحرك هؤلاء؟ أنا أظن الخير بالجميع، ولكن هناك أيادي أجنبية، هناك أيادي أوروبية، أيادي أمريكية، إنجليزية، لا تريد أبداً لهذا الصوت الوطني، لا تريد لهذا الصوت العربي، لا تريد صوت الجماهير العربية أن تلتف حول الزعيم. لذن حاولت أن تستغل حاجة هذه الأحزاب اليوم إلى السلطة، حاجة الأحزاب تريدون السلطة، ساعدونا كي نقضي على مشروع جمال عبد الناصر، الوحدة العربية، الوحدة الإسلامية. بدأوا بالزعيم محمد نجيب، ومن ثم توالت الأحداث، ذهبوا إلى الإخوان المسلمين واستقلوا الكل، وجاء جمال عبد الناصر وخطأ خطأ استراتيجيا كبيرا جدا عندما استخدم العنف كأداة لقمع الرأي الآخر. أنا كنت أرى من قراءة المتواضعة لو كان هناك حوار لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه باصطدامات بين السلطة والمعارضة. الحوار هو أداة العقلاء، لو كان الحوار حاضرا من اللحظة الأولى، ولكن ربما تكون لها ظروف السياسية الخاصة في زمن جمال عبد الناصر. لذلك من أخطاء جمال عبد الناصر لم تكن فقط قضية استخدام العنف والسجون، جمال بطش أيضا بخصومة، لا ننسى المشير عبد الحكيم عامر وغيره وغيره، وأيضا الشيوعيين. بعد هزيمة 67 أراد جمال عبد الناصر أن يصحح هذه الأخطاء في نظامه مع شمس بدران، مصلع ناصر، هذه الأخطاء الجسيمة الكبيرة، وجمال عبد الناصر أقر بهذا الخطأ الكبير وحاول أن يصلح. اكتشفت انحرافات في جهاز المخابرات، وحينما اكتشفت ما سبناهاش، اللي اشتركوا في هذه الانحرافات واعتقلوا وتعرضوا للتحقيق وحيروحوا للمحاكمة، حيروحوا لمحكمة الصوت. عندما جاء الغرب وتآمر على جمال عبد الناصر، بطشوا بجمال عبد الناصر وسموا الزعيم جمال عبد الناصر على حد رواية محمد حسن هيكل، هذا القطب الكبير من أقطاب السياسة العربية. العنف اتجاه الخصوم والمعارضة، النظام السابق للعراق، هذا النظام العسكري العنيف كيف استخدم العنف والبطش. كلنا شاهدنا المشاهد، الفيديوهات المروعة للقتل والتعذيب، وإلى اليوم هناك شهداء أحياء، شهداء على هذا العصر كانوا يتكلمون ماذا حدث في سجون صدام حسين، ماذا حدث في سجون العراق. وكلنا شاهد بعد 2003 من سقوط نظام صدام حسين هذه المقابر الجماعية والجثث وما عليها من آثار التعذيب والقتل وقطع الرؤوس، هذا هو العنف، هذه أسوأ مرحلة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية. والعجيب أن كل الأنظمة العربية التي كانت تؤيد نظام صدام حسين كانت تسمع بهذه السجون وتسمع بهذه المعتقلات وتسمع بكل هذه الممارسات الوحشية، مع ذلك لم تتكلم، كانت تهلل، كانت ترقص، كانت تغني للزعيم المهيب الركن صدام حسين. إذن حقوق الإنسان في العالم العربي مهدورة، كرامة الإنسان لدى الأنظمة العربية الوظيفية مهدورة، كرامة الإنسان منذ الانقلابات العهد الأول إلى اليوم، وكرامة الإنسان العربي مهدورة. لذلك لا نستغرب اليوم لما يحدث في العالم العربي وفي الخليج من ممارسات ضد الإنسان، ضد الإنسانية، ضد البشر. الخليج آخر ما كنا نتوقع بأن الخليج يتحول اليوم إلى أوكار سياسية استخباراتية، إلى سجون تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب، سراديب الظلام، سراديب الظلام في عالمنا العربي. وهذه البوابة السوداء يدخلها الإنسان المسجون السياسي، ماذا صنع؟ اعترض على النظام،
اعترض على حاكم بمقال، بتغريدة، بكلمة، بفيديو مسجل تنهي حياة إنسان. هذا الإرهاب اليوم نعم يمارس، وعندما يدخل هذا الإنسان المعارض للنظام يقدح في وطنيته ويقدح في أهليته ويقدح بانتمائه. محاكمات سورية، كلمات سورية، اتهامات سورية. هل سمحوا للصحافة اليوم بأن يدخلوا قاعات المحاكمة؟ هل رأينا اليوم محاكمة علنية؟ إذا كان النظام على حق، لماذا يخشى المحاكمات العلنية؟ لماذا يخشى اليوم صوت الحق؟ لماذا يخشى من العدالة؟ يفترض أن النظام يريد العدالة. نعم أنت اتهمت إنسان، ولكن من حق هذا الإنسان أن يدافع عن نفسه. ولكن اليوم تتهم هذا الإنسان وتصدر فيه حكم وتنفذ الحكم ولا تسلم أيضا ذوي الجثة بعد تنفيذ الأحكام. إذا ماذا يحدث في العالم العربي؟ ما يحدث في العالم العربي هي فوضى فكرية، فوضى سياسية بكل مناحي الحياة. لذلك اليوم نستغرب عندما بدأت بالحلقة وتكلمت عن السجون في زمن جمال عبد الناصر أو في زمن صدام حسين. أنا لا أريد أن أعيد التاريخ، ولكن أتكلم بأن تلك الحقبة كان لها ظروفها الخاصة وملابسات الخاصة انتهت بكل ما فيها، والكل كان يقر بأن هناك أخطاء جسيمة لكل هذه الأنظمة. لكن اليوم يفترض اليوم العالم تغير، هذا الانفتاح الفكري وهذا العالم الجديد. ولكن مصيبة أن اليوم في عالمنا العربي وفي الخليج، هذه الدول اليوم التي تذكر اليوم بناطحات السحاب وبالتكنولوجيا وبالحياة المرفهة المنعمة، هذه الدول اليوم لا تريد إلا رأياً واحداً. الطائفية التي حضرت اليوم في خطاباتنا العربية الخليجية، والإعلام يسمح، إعلام الأنظمة يسمح اليوم بهذا الخطاب الطائفي. لماذا؟ يسمح لتمرير الأجندة الغربية الأمريكية في المنطقة، يسمح اليوم الاقتتالات والاصطفافات. بالمناسبة الأنظمة العربية تحمي نفسها بهذه التناقضات، هذه التناقضات عندما تكون موجودة في الخليج وموجودة في الدول العربية، هذه التناقضات تسمح للفساد، هذه التناقضات تسمح بالأجندة المشبوهة الغربية، هذه التناقضات هي التي تسمح اليوم بصفقات السلاح وتسمح بالاستبداد السياسي، هذه التناقضات تحمي النظام. والمصطح الحقيقي والإنسان الوطني الحقيقي الذي يصوب ويصح وينتقد السلطان من أجل الوطن ويدافع عن حقوق الوطن والمواطنين يودع في السجون. كل المصطحين على مر التاريخ في السجون، السيد جمال الدين الأفغاني الحسيني أودع في سجون الأستانة، كل الأنظمة، كان النظام الإسلامي العثماني كان يخاف من السيد جمال الدين الأفغاني، كان يعترض، كان ينتقد، كان يتكلم. لذلك سجن السيد جمال الدين الأفغاني، سجن عبد العزيز البدري في زمن جمال عبد الناصر، سجن سيد قطب عندما انتقد السلطة، سجن أيضا السيد محمد باقر الصدر، وقتل قتلة السيد محمد باقر الصدر، قتلة كانت موجعة. فلماذا قتل السيد محمد باقر الصدر؟ اعترض على السلطان. لماذا قتل السيد محمد باقر الصدر؟ لأنه كان يدافع عن الوطن، انتقد نظام حكم الفرد الواحد، انتقد من أجل الوطن وراح ضحية للإسلام وضحية للوطن. هذا هو حال المصلحين اليوم في عالمنا العربي. كم المصلحين؟ كم المصلحين في السجون؟ لذلك عندما نشاهد أو نقرأ أو نحلل واقع السياسي في البحرين على سبيل المثال، ونشاهد ماذا يحدث في البحرين، أغلبية شيعية تريد الإصلاح السياسي، تريد حقها السياسي، تريد التمثيل السياسي. أنا لا أتدخل بالشأن البحريني، إنما أتكلم بصورة عامة عن فكرة عامة موجودة، وهناك اختراق، وهذا الكلام أنا أقوله ولدي عشرات الشواهد على ما أقول. أغلبية شيعية يحكمون أقلية يريدون حقهم السياسي، تظاهروا مظاهرات سلمية. من حق الشعب البحريني اليوم أن يتظاهر مظاهرة سلمية. نعم هناك حالات فردية شاذة مرفوضة حملت السلاح ومارست بعض الإرهاب، ربما يكون مدسين، ربما يكونوا أناس خارجين على القانون، هذا ليس شأني. نعم لكل قاعدة شواذ، ولكن لا أعمم ما شاهدناه من ممارسات النظام. ممارسة النظام ضد الشعب البحريني شيء عجيب. أنا أتكلم من الناحية الإنسانية ولا أتكلم من الناحية السياسية. هذا مدان، لما لم يحاكم محاكمة علنية وبوضوح أمام جميع لجان حقوق الإنسان؟
أنا أتكلم هذه الفيديوهات شاهدة. عندما نشاهد اليوم لأسر الضحايا والشهداء يكفنون ويصلى عليهم ونراهم في المغاسل، كيف أجسادهم آثار التعذيب واضحة. هذه الصور أنا أتمنى اليوم أحد يقول بأن هذه الصور مفبركة أو فوتوشوب. عندما يمارس الإرهاب على رجل مصلح وعالم جليل تجاوز 70 سنة من عمره واليوم يوضع تحت الإقامة الجبرية، لماذا؟ لأنه اختلف مع النظام برأي. هذا سجن، سجن لإرادة الإنسان، سجن لحرية الإنسان في التعبير، سجن لعقل الإنسان. نعم هناك سجن نمط ثالث الذي يمارس اليوم على الأمة العربية، هو المعلومة الواحدة، هي الفكرة الواحدة، هو النظام الواحد. أنا أفكر عنك، أنا أقول عنك. هذا الفكر المتعجرف وهذا الكبر في نفس الإنسان وفي النظام يجب أن ينتهي. كل هذه الأنظمة تدعي الديمقراطية، من حق الحكومة أن توجه تهمة إلى أي إنسان، ولكن من حق الإنسان اليوم، من حق الإنسان وإن كان متهم أن يدافع عن نفسه، ليس تحاملا على أي نظام في العالم. إحنا نتكلم عن حقائق. اليوم عتبنا على الجمعيات والمنظمات الحقوقية، حقوق الإنسان دورها الحقيقي، لا نريد اليوم المجاملات. وأن تشترى هذه المنظمات والجمعيات، تشترى من قبل أنظمة تدفع. هناك شعوب فقيرة، نعم لا تدفع، ولكن تريد كلمة حق، تريد من ينصفها. هناك ظلم وقع على العباد والبلاد. يفترض هذه الجمعيات وهذه المؤسسات هي تتكلم، عندها رقابة ذاتية، رقابة ضمير، ضمير حي. ولكن المشكلة عندما تغيب هذه الجمعيات وتشترى أغلب هذه الجمعيات بالمال، يشترى صمت هذه الجمعيات، يشترى موقف هذه الجمعيات. كم شاهدنا في الأمم المتحدة من بعض المنظمات، منظمات حقوقية وخاصة بالطفل وغير الطفل، تتكلم عن تقارير مرعبة، تتكلم عن انتهاك لحقوق الإنسان، ومن ثم هذه المنظمة تسحب التقرير، تسحب الكلمة، تسحب رأيها الأولي. لماذا؟ المال، المال يحضر وتغيب الحقيقة. مشكلة أن هذه الجمعيات في أغلبها ما هي إلا واجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تروج الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الحمل الوديع وهي الحامية لحقوق الإنسان. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وممارستها تجاه الشعوب العربية قمة انتهاك لكرامة وحقوق الإنسان. لن نصمت على انتهاكات حقوق الإنسان. أنا أتكلم، لا أتكلم عن قضاء ولا أتكلم عن نظام، أتكلم عن حقوق إنسان في أي بقعة بالوطن العربي أو العالم. نعم مع الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإنسان. أنت كنظام تدين هذا الإنسان، حاكمة محاكمة علنية واضحة بكل شفافية. أما تنتهك كرامة الإنسان المسلم والفرد العربي، لا وألف لا، هذه جريمة بحق الإنسان. قبل هذه السجون كان العالم ينعم بنعمة الأمن والأمان نسبيا. نعم كانت هناك أفكار، كانت هناك أيديولوجيات، كان الحوار موجود وقائم، ولكن بعد صناعة الإرهاب، إرهاب السجون والقمع، استجد خلال 30 سنة التطرف في كل مكان والميليشيات المتطرفة من كل مذاهب الإسلامية. من صنع الإرهاب؟ هذه السجون تفرق لنا إرهاب، إرهابا فكريا، إرهابا بالفتوى، إرهابا بالممارسة. هذه السجون اليوم تعلم بل تصنع قادة للإرهاب، كما صنع غوانتانامو بعد تنظيم القاعدة، صنع للأمة أبو بكر البغدادي أمير المؤمنين خريج غوانتانامو. هذا هو أبو بكر البغدادي. ماذا صنع في سوريا والعالم؟ صناعة عربية إسرائيلية أمريكية، هو أبو بكر البغدادي. وإذا أردنا اليوم أن ننظر إلى عالمنا العربي، ماذا يحدث في العالم العربي؟ إعادة تأهيل للإرهابيين، يخرجون لنا من السجون اليوم، هذه السجون القمعية، يخرجون لنا أناس مؤدلجين، مضطربين نفسياً، أناس يريدون أن ينتقموا من المجتمع. إضاءة للأمة العربية والإسلامية. يا سادة يا كرام، هذه رسالة الأنظمة العربية. الاستبداد وهذه الأداة، أداة السجون، لن تصنع لكم أبدا أمن وأمان، ستزيد من الطين بلة وستزيد نسبة الإرهابيين في العالم العربي والإسلامي. إذا أردتم لأوطانكم الأمن والأمان، اعدلوا. الحل ليس بالاستبداد،
الحل بالحوار، الحل أن نحتوي أبناء الوطن الواحد إضاءة للشعوب، شعوب الأمة العربية والإسلامية. لا تيأس، هذه الشعوب تطالب بمزيد من الحرية، تطالب بالكلمة الحرة، تناضل بطريقة قانونية. نعم، نتمسك بالقانون، نحن شعوب متحضرة، نريد أن نرتقي، نريد أن نتخلص من سجن التخلف.